دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.election.eg، وذلك كي يتسنى لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020. وطالبت الخارجية المصرية بالخارج تسجيل البيانات خلال الفترة من الأحد 27 من سبتمبر إلى السبت 10 من أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتي الاقتراع والتصويت من خلال البريد في المواعيد المقررة.